أهلا بكم معنا مرة تانية، ولأنك عزيزي المشاهد ولأنك عزيزتي المشاهدة لكم الحق الكامل في معرفة كل شيء، فكان مسلسل الاختيار واحد من أهم المسلسلات، واحد من أهم إن لم يكن أهمها بالمناسبة في هذا الموسم، ويمكن خلال الموسمين اللي فاتوا كمان. الاختيار ثلاثة من أهم هذه الحاجات اللي وثقت، خد بالك، مش لبس جرائم الجماعة، نسق التفكير، سمات أعضاء هذه الجماعة، بنائهم الفكري، بيتصرفوا إزاي. جماعة الإخوان اللي هتظل دائما منذ النشأة وحتى النهاية جماعة إرهابية مجرمة ما عملتش حاجة في مصر سوى التخريب تاريخيا. معنا على التليفون فناننا الكبير الأستاذ عبد العزيز مخيون. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا يوسف. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد العزيز، ازي صحه حضرتك؟ الله يخليك. رجعت من البحيره ولا لسه يا فندم؟ لا انا مش في البحيره، انا في المنيا. الله، بتعمل ايه في المنيا يا فندم؟ زياره الاصدقاء. طيب ترجع بالف سلامه، احنا عاوزين حضرتك ترجع القاهره علشان نسعد ونتشرف بانه نستضيف حضرتك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. استاذ عبد العزيز، يعني واحنا بنكلم حضرتك احنا مش بس بنكلم الفنان الكبير، لكن احنا كمان بنكلم رجل حمل لواء الثقافة والوعي سواء اذا كان في السينما او في الدراما المصرية. مش بس المشاركة في الاختيار يا استاذ عبد العزيز، لكن كيفية اظهار الجماعة، كيفية اظهار البناء الفكري في الجماعة، بتشوف الاختيار ساهم في ده الى اي مدى؟ هو لحد كبير يعني في احداث وفي مواقف طرحت وقرأت من جديد بشكل درامي، فالناس عاشت معاها وتفرجت عليها واكتشفت الحقائق. عظيم. مسألة التوثيق اللي كان بيحصل وبيعرض في نهاية كل حلقة كان مهم لأي مدى أن الناس تشوف الأشخاص الحقيقية وطريقة تفكيرهم ومناقشتهم وكلامهم وجمالهم وتوجهاتهم؟ كان مهم جدا، لأنه كان بيلقي أضواء جديدة على اللي احنا عملناه دراميا، ودي يعني شرايط أو الشبكة في المنيا ايه؟ لا الشبكة يا فندم بتقطع جامد. حاضر، هطلع برا. العفو يا فندم. ايوه اتفضل يا فندم. معاك. انا كنت بسأل لأن الخط قطع. كده واضح الصوت؟ كده معقول جدا. انا علشان ما سمعتش الاجابه بسبب اللخبطه بتاعت الشبكه. مساله التوثيق الاخير اللي في نهايه كل حلقه. ده متاخد من الواقع وتسجيل، يعني في اثبات على ناس افراد شاركوا في الاحداث. ايوه، فما فيش يعني مصداقيه اكتر من كده. اهو ادي الناس اهي، وادي افعالهم، وادي كلامهم. تشوف يا استاذ عبد العزيز انه اللي حصل في رمضان السنه دي من الدراما المصريه وتحديدا من الاختيار يجب ان يكون حجر يتم البناء عليه في استخدام الدراما والسينما والقوى الناعمه المصريه لايضاح مثل هذه الافكار؟ انا يعني هكرر كلامك تاني، وافق عليه. احنا بهذا وبنقول يا جماعه شوفوا الدراما وشوفوا القوى الناعمه وشوفوا تأثيرها على الناس، شوفوا إعادة بناء الوعي، إحياء الضمير، ده يأتي من خلال نور مجتمعة، وعلى الأخص الفن الدرامي، لأنه بيوصل إلى قاعدة عريضة جدا من الناس اللي ما بتقراش كتب ولا بتقرا جرايد. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ عبد العزيز، وترجع من المنيا للقاهرة بألف سلامة، في أمنية أن احنا نلتقي ونتشرف بهذا اللقاء مع حضرتك فناننا الكبير. لك كل تحياتي، مع السلامة. ربنا يخلي حضرتك. مع السلامة يا فندم. كل الشكر أستاذ عبد العزيز مخيون عبر هذه المكالمة الهاتفية، وإن كانت قصيرة ولكنها مهمة جدا.